يا اهلا بكل مشاهدي برنامج الطبيب، وحلقه جديده وفقره مميزه جدا مع ضيف كلنا خلاص اخذنا على وشه يكون معانا على الشاشه، على ابتسامته، على ثقه الناس فيه بكلامه وبالنجاح طبعا اللي احنا كلنا بنشهد بيه. النهارده فقرتنا هتكون عن جراحات السمنه، ولكن خصصنا شويه كلام عن الفئه اللي هي صغر السن او الشباب بمعنى اصح. بنبقى اول ما سننا بيكبر بنبقى عايزين ان احنا نفضل على سن معين وصغيرين، فبنتضايق لما بنكبر. طيب لما احنا بنكون شباب وعندنا سمنه مفرطه، انا بدي شكلي سن اكبر، انا بدي جسمي امراض اكتر، اكني عندي 40 50 سنه، حاجات كتيره قوي بتحصل. يعني انا شايفه ان انا كوني ان انا اخد خطوه جراحه سمنه وان انا احافظ على شبابي واحافظ على صحتي، متهيألي مفيش فيها تفكير او تردد او ان انا افضل ااجل، لان دي بتبقى مخاطره ليك انت. خلينا بقى نعرف بالتفصيل امتى، يعني ايه السن اللي انت ممكن تبتدي فيه تعمل جراحات السمنه، هتستفيد ايه، ممكن يعني العمليه دي تاخد منك قد ايه، يعني لما اعرف ان هي حاجه بسيطه طب انا ايه اللي معطلني. خليني بقى ارحب ويعني واشكر وجوده معانا دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه ومناظير بتتبع عين شمس، استشاري جراحات سمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر، زميل كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على شهاده الاس ار سي وهي اعلى تصنيف دولي في جراحات السمنه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. وحشتنا جدا. شكرا. اشتكالهم منك. معلش. اهلا وسهلا. مش عارفين نسجل معاكم، مش عارفين نلاقيك. اي نعم ماشي، دي حاجه بتفرحنا وده نجاح ان انت بتعمل عمليات ومش فاضي، واسكندريه وطنطا وحاجات كتيره قوي. خليني ابدا قبل اي حاجه اقول لك الف الف مبروك على افتتاح الفرع الجديد في اكتوبر. الله يبارك في حضرتك، ويعني طبعا يعني بحيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا احنا بنحاول ان احنا يعني ننتشر بصوره تكون مريحة لكل الناس اللي هم يعني عايزين يعملوا عمليات بصورة تكون مريحة، وصورة ان هي تكون يقدر يروح المستشفى او يقدر يروح المركز بتاعه، ويبقى دايما احنا متواجدين في كل الاماكن جغرافيا. يعني كان التفكير يعني القاهرة الكبرى كلها، وبعد كده المحافظات، يعني ابتدينا ان احنا يعني من حوالي 7 سنين في طنطا واسكندرية. اتفضلي. لا حضرتك اسمح لي طبعًا نقول كله، يعني احنا ده كله بيتكتب على الشاشه، بس عايزاك تقول حاجه تكون متواجد فين وفين وفين. هو طبعا في القاهره في روكسي والتجمع المهندسين المعادي، دي الفروع الرئيسيه، في طبعا كمان في طنطا، في الاسكندريه، ويعني حديثا دلوقتي احنا عملنا مكان في اكتوبر، ويعني ده بحيث ان هو طبعا لان اكتوبر الحقيقه من الاماكن اللي هي تحس ان هي يعني معزوله شويه، قافلين على نفسيهم شويه. يعني انا لسه هروح المهندسين، انا لسه هروح مصر الجديده. بيجوا طبعا المهندسين بس وتعبانين، يعني طبعا عشان يجوا انا بحس ان هو فعلا بيتعبوا. وناس طبعا احيانا، احنا طبعا مش داخل القاهره بس، لانه احيانا واحد حد من الفيوم مثلا جاي، ما هو عايز مكان قريب منه، يعني مش عايز يروح التجمع او مش عايز يروح المعادي، مش عايز يروح المهندسين. يعني بنحاول ان احنا بنعمل فروع جديده بحيث ان هي تكون افيلبل لكل الناس، تكون مريحه، تكون بتقدم خدمه على مستوى عالي، يعني ونكون عند حسن ظن كل الناس ان شاء الله. طيب دي الفروع اللي في القاهره، انا عارفه ان حضرتك بتسافر اسكندريه. اسكندريه طبعا عمليات. مكان برغم ان هو بعيد، الا ان سفريته بالنسبه لي يعني انا بحبها، يعني اسكندريه انا بحب اسكندريه اصلا، يعني فهي انا ماليش جذور في اسكندريه، لكن هي اسكندريه اللي بروحها فعلا محبوبة بحبها. محبوبه لقلبك يعني. يعني وطنطا طبعا من المكان اللي هو يعني برضه مريح جدا. ف يعني بنحاول ان احنا بنوزع بس جهودنا على الاماكن اللي هي تكون مريحه وافيلبل لكل الناس، يعني طنطا بتاخد كل الدلتا تقريبا بالاماكن اللي حواليها، اسكندريه برضو بتوفر خدمه للاماكن اللي حواليها. الله يكون في عون حضرتك. اكتوبر برضو بصراحه هو مجهود، انت حضرتك بتقولي ما بتصورش فعلا، ما فيش وقت للتصوير خالص. اقول بامانه داخل في شهر يا جماعه مش عارفه اسجل فقرات جديده. معلش، هو فعلا مجهود جامد والله، احنا بننام فعلا، يعني ده وقت الله يكون في عون قليل خالص اللي الواحد يمكن يلاقي فيه وقت للتصوير. يمكن اللي مصبر الواحد صدقني يا دكتور، يعني طبعا احنا بنحب نشوف حضرتك وبنحب ناخد الجديد من معاك، بس اللي مصبرنا ان
يعني انت بتعمل مجهود وحاجات كويس، يعني حاجات حلوه للناس والعمليات بتبقى ناجحه، فاللي هو لو اليوم ده هتجيلنا فيه احسن تعمل فيه عمليات للناس، انا عن نفسي برضو ببقى متضايقه وفرحانه في نفس الوقت. طيب لو شكرا. هنتكلم في يعني السمنه عند صغار السن او الشباب، رأي حضرتك إيه؟ طبعاً حضرتك وصلت للعالمية دلوقتي الحمد لله، مصنف طبعاً يعني من جراحين الأوائل عالمياً، رأيك إيه إن شاب يكون عنده سمنة ويفضل بيها؟ هو الحقيقة طبعاً إحنا بنوجه في السن ده بنوجه رسالة للآباء، يعني لأن صغير السن اللي هو ما بين 10 و20 سنة هو ما بيقدرش ياخد قرار، يعني أو البنت نفسها بتبقى محتارة ومش قادرة تاخد قرار، هي لا تملك الماديات لده أو لا تملك السن إن هي تاخد قرار بنفسها، وبالتالي بتبقى محتاجة حد ان هو ياخد لها القرار وان هو يقول لها على الطريق المظبوط ويعمل لها سبورت او يديها يعني الدفعة بس شوية. حافز. هو الحقيقة طبعا الاطفال اللي هم بين او اللي سنه صغير ما بين 10 و20 سنة او ازيد شوية او اقل شوية، طبعا دول بيبقوا هيموتوا نفسهم في سبيل ان هم يعملوا عملية ينزلوا وزنهم. لكن الاباء بيبقى عندهم شويه تخوف، يعني كل اب احنا بنحط نفسنا مكانه ان هو طبعا بخاف على ابنه او بنته سن صغير وزن هازمها شويه فوق ال 100 كيلو ولا 150 كيلو او ازيد او اقل في الاوزان. كل واحد ليه مشكله، يعني احيانا تلاقي طفل مشكلته بس السمنه مش قادر هزمها في المدرسه، في المدارس بتاعته او ما بين اصحابه، مش عارف يخرج، مش عارف يمارس رياضه، مش عارف يروح دراسته بصوره منتظمه، بيحاول معمول له اندر استيميشن يعني المجتمع، يعني فدي مشكله بتؤرق الاهل وبتؤرق الطفل، هو ما بقاش مركز في السمنه قد ما هو مركز في المشاكل اللي هي المحيطه بيه، يعني بمهزوم اجتماعيا. احيانا بتلاقي الطفل يعني مشكلته السمنه واضحه، بس هو كل مشكلته ان هو مش قادر ياخد نفسه بالليل، ينام على ديسك كده طول الليل، مش قادر ينام على ظهره، بتلاقيه طول الليل عنده شخير بصوت عالي، مش قادر ياخد متفرهد يعني. يروح بقى ينام في المدرسه بتاعته على الديسك بتاعه، ما بيركزش طبعا طول الوقت، وتلاقيه طبعا مش مبسوط. احيانا اطفال كتير جدا بيجي لها السكر في سن مبكر، واطفال عندهم ضغط مرض الضغط، يعني ارتفاع الضغط في الدم بصوره مرضيه بسبب السمنه المفرطه. فهم الاطفال مش بعيد عن الامراض المصاحبه للسمنه. انا بوجه رسالتي للناس، يعني طبعا الاباء نفسهم او اولياء الامور اللي هم عندهم اطفال او عندهم شباب صغير، لا لازم تاخد القرار. وبعدين العمليات بقت سهله، يعني احنا ما بنعملش عمليات كبيره قوي للاطفال او في سن صغير، احنا بنعمل تكميم معده بس، يعني عمليه كده في نص ساعه، اقامه 12 ساعه وبيرجع لنشاطه بعد يوم. أوكي. عايز يروح دراسته جامعه مدرسه ما بيقعدش معانا كتير. فهي عمليات امان جدا. التحويل ما بنبعد عنها شويه عشان سوء الامتصاص في السن الصغير مش بنحبه، يعني عشان النمو الهرموني والجواز والحاجات دي. الاقل من كده البالونه ما بتستحملهاش المعده بتاعته، ما بتستحملش البالونه، معدته صغيره فما بتستحملهاش. الدايت ما بينفعش في الوزن بقى للسمنه المفرطه العاليه، فهو تكميم المعده عمليه راقيه جدا، فتحات صغيره جدا، يعني حاجات بسيطه ما فيهاش مشكله. وبتجيب يعني على طول النتيجه، مش هستنى بقى عقبال ما ابني حضرتك قلت مثلا مش قادر يتنفس، بالتالي مش هيعرف يذاكر، تركيزه هي حاجات كتيره قوي. انا بشوف اطفال من كتر التخنه هنا المناخير اصلا مش باينه، يعني صحيح الرقبه بتبقى صغيره، النفس بيبقى متضايق طول الوقت، بينهج، بيبقى مهزوم نفسيا. يعني هو حتى الطفل والله ما بقى حتى ما بركزش في الامراض، يعني انت لو قلت له السمنه دي ممكن تعمل لك سكر تعمل له، هو مش مركز في ده، هو مركز فقط في ان هو اجتماعيا او نفسيا وضعه هو مش قابله. نسبه يعني الناس اللي بتجي لك وبقى في وعي، حاجه دلوقتي بتوعي الاباء والامهات طبعا لان ده الصح، انت شايف ان بقى في وعي يعني النسبه قد ايه بتجي لك؟ احنا لا ده نسبه كبيره جدا. طبعا نسبه كبيره جدا، احنا اللي زحمنا الفتره اللي فاتت دي هو الفتره اللي هي قبل الدراسه. معظمها مش من الناس اللي هم كبار سنة خالص، ده هو كله الثانويه العامه اللي داخل الجامعه يعني خالص ثانويه عايز يدخل الجامعه بصوره كويسه، هو دول اللي كانوا زاحميننا الفتره اللي فاتت. يعني هو طبعا السن صغير نسبته كبيره جدا في عمليه السمنه. الصغار السن وبعد كده السيدات وبعد كده الرجال. ده تدريجيا جراحات سمنه، تبتدي المدارس والجامعات، تبتدي الرجال وبعد كده السيدات وبعد كده الاطفال. هو فعلا البنات بتبقى عايزه تدخل الجامعه، تعرف تلبس شيك، تعرف والولاد برضو خلاص. اصلي عايزه اقول لك يعني التخنه دي بتبين ان الواحد حتى لبسه، حتى لو جاب حاجه شيك وغاليه مش بتبان شياكتها او مش بتبان جمالها، لان واخد سن اكبر من سنه بكتير، يعني سن ال 20 سنه بيبقى واخد وضع ال 30 وال 40، السمنة مخلية الجسم الشكل مش مظبوط خالص. فعلا. طيب احنا هنشوف يعني حاليا معاكم تقرير شاب جميل امور كده، عنده وعي وعنده متهيألي ان هو اشترى عمر جديد لنفسه واشترى شكل جديد واشترى حياة جديدة. هنشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية.
محمد سعيد، سن 22 سنة، من اليوب. عملت عملية تكميم المعدة، كنت 180، بقيت 104 في سنة وثلاثة أشهر. أنا كان بيقابلني مشاكل، أنا ما فيش خالص، كنت صحابي كلهم بيلعبوا ويروحوا ويجوا وأنا قاعد في بيتي عادي، ما كنتش بعرف أروح، ما كنتش بعرف أجي، ما كنتش بعرف ألبس. بعد العملية، بعد النجاح العملية، الحمد لله أنا بقيت حاجة تانية، أروح وأجي وأشتغل، والحمد لله خطبت وحياتي اتغيرت بنسبة 100%. أنا لما كنت لسه قبل ما أعمل العملية كنت حاجة فظيعة جدا، ما كنتش بعرف أروح، ما كنتش بعرف أجي. كان بيقابلني مشاكل كتير قوي، ما كنتش بعرف اخرج الشارع حتى، كان يتريقوا عليا، في عيال صغيره تقابلني في الشارع تتريق عليا. عملت العمليه، حاجه اتغيرت كتير جدا، بقيت اشتغل، بقيت اروح، بقيت اجي، بقيت العب كوره مع اصحابي، بقيت اعمل كل حاجه في حياتي عادي جدا بسهوله، انما قبل العمليه ما كنتش بعمل اي حاجه من دي خالص. شكرا دكتور كريم صبري. رجعنا لكم من جديد، برحب مرة تانية بدكتور كريم. عجبني قوي فكرة التقرير، ان هو ما جابش بقى من الاول، هو جاب من الاخر، يعني تمام. هو انتوا بتصوروه هو خس، وبعد كده لما شفت الصورة انا اتفاجئت. يعني في رياليتي دايما، لو حابين ان احنا نشوف حالات كتير جدا في المراكز، بيبقى يعني في المتابعات بيبقى في يعني حاجات كتير، احنا ما نقدرش نسجل كل الناس، والحقيقه ما فيش الوقت او لكشر اوف تايم ان احنا نسجل كل الحالات، يعني اوكيجنال كده كل فتره يعني في ناس بتعرض ان هي تسجل حالاتها. يعني طبعا يعني قولي، كلمني عن الوزن، يعني كان قد ايه ده يا دكتور؟ الاوزان انا مش فاكر الوزن كام بصراحه، هو يمكن قال في تقرير، انا مش فاكر الوزن كان قد ايه، لكن احنا شايفين الفرق الكبير قوي شاسع في النفسيه، في بقول ده 200 اكيد 200 وطريقه حاجة. وطريقه كلامه حتى مختلفه، يعني هو طريقه لبسه مختلفه، طريقه كلامه مختلفه، السمنه بتهزم الانسان وبتهزم الطفل كمان او الشاب الصغير، هي بتهزمه جواه لانه هو ما عندوش لا يعني قدره ان هو يندرج في المجتمع كما يجب، المفروض ياخد وضعه المظبوط، هو مش عارف يعمل ده. فعمليه تكميم المعده عمليه سهله، تجرى بالمنظار، إقامة أقل من 12 ساعة، عملية كلها في نص ساعة أو أقل يعني. لو زادت يعني 15 دقيقة مش هيحصل حاجة. مفيش يعني، ما أنا حضرت قبل كده واتكلمت في الموضوع ده كتير. يعني الموضوع طبعًا بقى قصير في الوقت، فإقامة قصيرة. ريهابيليتيشن أو إعادتنا للعمل أو إعادتنا للنشاط الطبيعي خلال فترة قصيرة جدًا، يعني ممكن يوم في البيت وننزل شغلنا عادي، مش لازم نقعد فترة كبيرة، فتحة صغيرة جدًا. الاكل بقى طبعا فتره 10 ايام كده بنمشي على زبادي وجيلي وحاجات بسيطه، يعني بيبقى في لسته بالحاجات دي يعني، بس بيمارس حياته عادي. انا يعني طبعا يعني انا هقولها تاني، انا اخويا عامل عند دكتور كريم، كان ليا الشرف طبعا بالتاكيد اليوم ده، طبعا كان زي اي حد انت بتتكلم عنه، خايفين وقصص دي، بس هو عامه هي اي عمليه، انا دايما بقول لوز مراره احنا بنخاف، ولكن لما اخويا خرج لي وكان في فيديو في الافاقه، الفيديو ده معايا لغايه دلوقتي، افكر اعرضه عادي يعني. وان هو يعني شكرا. الحمد لله قام كويس، فانا بحب اطمن كمان الناس يا دكتور معاك بامانه، يعني هي النقطه فعلا بتبقى في الاهل. يعني زي حضرتك قلتي ان بيبقى فيه شويه قلق، وده يعني قلق مقبول، يعني هو طبعا اي حد بيبقى داخل العمليه طبعا متوتر جدا. لكن انا نصيحتي والله لكل الناس، احنا بدلكوا في التفكير الطبي المظبوط، تخير المكان اللي تعمل فيه، تخير الجراح الموثوق فيه، ناس كثيره جدا جراحين كويسين، اماكن كتيره جدا برضو موثوق فيها، يعني يعني تخير الوضع المظبوط، المكان الامن، ان شاء الله تاخد حاجه امنه. يعني طبعا مشاكل السمنه فعلا لما يبقى في عدم تخصص او عدم قدره جراحيه ان انت تعمل عمليه او يعني تاديها بشكل يعني محترف، او تكون في مكان غير امن جراحيا، يمكن بيبقى فيه مشاكل يعني. لكن طالما احنا في المكان الامن، جراح يعني مؤتمن، يعني مش يعني جراح مصنف عالميا، هو مش يعني يا دكتور، يعني خلينا ندي كل حد حقه، يعني حضرتك لما تتصنف عالميا من اوائل الدكاتره او من احسن الدكاتره جراحات سمنه، فدي حاجه مش سهله برضو، وخليني يعني ما نهدرش حقها.
اكيد طبعا. احنا انا مع حضرتك طبعا ان احنا قدره الجراح ان هو يبقى مؤهل ذات خبره او ذو خبره، يعني ان هو يعرف يتعامل مع كل انواع العمليات، مع كل الاوزان، حتى في اثناء المشاكل اللي بتعرض عليه. من ما هو في خدمه مجتمعيه برضو تانية، انه انت مش لازم تعمل حالات اللي هي سهله ان انت تعمل تكميم وتحويل، لا، في عمليات اعاده بتجينا المراكز ومشاكل كتيره بنحلها طبعا. يعني دي في مسؤوليه، دي عايزه حد برضو خبير ان هو يعملها. لكن انا بقول للناس لازم خدوا توخوا يعني الحيطه، يعني في سبيل ان انتوا تاخدوا خدمه على اعلى مستوى. انا بشكر وجودك معانا، وبشكرك كمان ان انت زي ما بتسعى وبتفتح فروع جديده زي فرع اكتوبر، ببارك لك مره تانية ليه. انت كمان عامل ابلكيشن حلو جدا، ابلكيشن دكتور كريم صبري، هو مسهل كل حاجه. انت 24 ساعه تقدر تتكلم مع الدكاتره، تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها قبل العمليه بعد العمليه، في كل وقت هم معاك. انا بشكره على دقته في تميزه، مش ان هو يعني بقى شاطر ومميز فخلاص، لا، هو كمان يعني بحاول كل شويه يسعى ان يكون معاكم في كل مكان. انا بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. نشكر دكتور كريم صبري، استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات سمنه ومناظير بمستشفى نوادي النيل. وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.